القصة بدأت معايا من حوالي 7 سنين. كان الموضوع هواية في الأول، وبعدين أخدت تدريب إكسسوارات واتعلمت منه إزاي أمسك زردية وبنسة وأعمل إكسسوارات كلها من الألف للياء. اتعلمت إن أنا أعرف أنواع الأحجار وأنواع المعادن اللي بستخدمها والنحاسيات وكده. أتاحت لي الفرصة إن أنا أشترك في معرض تراثنا 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان معرض كويس جدا، هو تقريبا يعني جرأني شوية ان انا يبقى ليا مشروعي الخاص وان انا افتح مكان ليا. وكمان الرئيس بيناشد موضوع ان التمكين الاقتصادي للمرأة، ان هي يبقى ليها مشروعها الخاص وان هي يبقى ليها مكانة في المجتمع. فده شجعنا اكتر، مع تشجيع برضو المحافظه والمجلس القومي للمراه وجهات كتير بصراحه شجعتنا ان احنا نبقى لينا كيان في المجتمع وان احنا يبقى لينا مشروعنا الخاص. بدات مشروعي في مجال الهاند ميد من 2010. الموضوع كان بادئ معايا بدايه بسيطه جدا، مشروعي كان عباره عن هوايه في الاول. بدات اجيب خامات، الموضوع ما تعداش 200 جنيه وبدات ان انا اصنعها. لقيت تشجيع طبعا من اهلي وقرايبي، ده شجعني ان انا ابتدي اخد خطوه ان المشروع متحول من هوايه لمشروع حقيقي على ارض الواقع. بدات اشتغل سنين كتيره جدا في مجال الاونلاين، الشغل والتسويق كله كان بيبقى عن طريق الجروبات بتاع الفيس او كده، لحد ما ربنا اكرمنا بدانا ان احنا ندخل في معارض. في الفتره الاخيره في دعم قوي جدا من الدوله بالنسبه للمعارض او المشغولات الهاند ميد او المشاريع الخاصه بالنساء بصفه عامه، في دعم كويس جدا ليها. طلعنا معرض تراثنا لقينا ان في اقبال من الجمهور كمان على الشغل وان شغلنا مطلوب وفي ليه جمهور كويس، بس احنا يمكن ما كناش عارفين نوصل. بدا التسويق يبقى كويس عن طريق المعارض اللي زي كده، وطبعا دعم الرئيس لينا وللمشاريع الصغيره دي، خاصه ان احنا زي ما قلت كده في دعم خاص للمرأة. لحد ما جت لنا بقى الشجاعة ان احنا ناخد المحل بتاعنا دوت ونحول فكرة الهاند ميد مجرد ان هي حاجة اونلاين لحاجة موجودة على ارض الواقع.